خيفت الصيحة ومنها نقرأ: ساتي، تفجيرات 11 سبتمبر عقبة جديدة أمام ملف الإرهاب. كشف سفير السودان لدى واشنطن نور الدين ساتي عن تعقيدات جديدة ظهرت مؤخرا بشأن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب بإقحام البلاد مجددا في تعويضات ضحايا هجمات 11 سبتمبر. وأقر ساتي في حوار مفتوح نظمه المنبر الثقافي للسوداني بجنوب كاليفورنيا تابعته الصيحة بأن هناك تعقيدات ظهرت مؤخرا بعد الاتفاق مع ضحايا سفارتين والمدمر كول، وقال: كنا قاب قوسين أو أدنى من الاتفاق، لكن ظهر ملف جديد يتصل بقضايا هجمات 11 سبتمبر. وأشار إلى تداعيات وجود أسامة بن لادن بالسودان وتأثير ذلك على الملف. ما علاقة السودان بأحداث 11 سبتمبر حتى يتم ربطها بتسوية بقية الملفات؟ بل ما علاقة السودان حتى بتفجيرات المدمرة تقول، وما علاقة السودان حتى بالتفجيرات التي وقعت في سفارتي أمريكا في نيروبي ودار السلام؟ أنت تعلم حتى هذين التفجيرين كانت قد تولتهما مجموعة القاعدة وأسامة بن لادن، والسودان لم يكن جزءا بس باعتبار أن هذه المجموعات كانت تقيم في السودان، وربما ظنوا وتوهمت أمريكا أن السودان قد وفر لهم دعما لوجستيا. بالنسبة لأحداث سبتمبر من العام 2001 وقعت بعد أن غادر بن لادن السودان بخمس سنوات. إذن بن لادن لم يكن موجودا في السودان ولم يكن السودان على صلة به، لكن ربما هؤلاء النواب يتوجهون للناخبين. أنت تعلم أن هناك انتخابات تجري في نوفمبر القادم، هؤلاء يخاطبون مشاعر هذه الأسر ويريدون أن يستجيشوا مشاعرها ويقولوا أننا نحن نقف مع تعويضات ضحاياكم. طبعا الذي حركوا هؤلاء طبعا هم نائبين من النواب الحزب الديمقراطي حركوا هذه المسألة، لكن محامي السودان قال السودان أصلا ليس جزءا ولم يرد اسم السودان في أي مرحلة من مراحل التحري والتحقيق والتقصي بشأن أحداث سبتمبر 2001، كما أنه ليست هناك من أي محكمة أمريكية أصدرت حكما بتجريم السودان في أحداث سبتمبر 2001. ربما هي مزاودة سياسية. تعتقد بأن إقحام ملف 11 سبتمبر مع بقية الملفات يمكنه أن يؤثر أو يؤخر من رفع اسم السودان من القائمة؟ أنت تعلم الآن الانتخابات تجري في نوفمبر. ربما الآن العمل الوحيد، كان السياسات يحدث الناس ويقول إذا سارت الأمور مسارا طيبا يمكن أن يرفع اسم السودان قبل نهاية الشهر الحالي. الأمل الوحيد مثل ما قال صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن هناك قانون لتمويل حكومة ترامب وأنه خاضع لتصويت الكونغرس، وإذا تم الربط بين رفع اسم السودان وبين إجازة هذا القانون ربما كان ذلك هو الأمل الوحيد في أن يرفع اسم السودان، لأنه بنوفمبر سيتم وقف هذه الدورة للكونغرس، ولذلك لابد من أن يتم الأمر في هذا التاريخ والتوقيت. هل تمارس أمريكا الابتزاز في السودان بشأن ملف الإرهاب؟ خصوصا إذا ما أخذنا في الاعتبار هذا المثل، إقحام ملف 11 سبتمبر مع في مقابل رفع اسم السودان من القائمة، وكذلك عندما رهنت فكرة التطبيع مع إسرائيل مقابل رفع اسم السودان من القائمة. ولا يمكن أن تسميه ابتزازا بقدر ما يمكن أن تسميه ضغط اللوبيات. أنت تعلم السياسة الأمريكية تدخل عليها لوبيات عديدة، يدخل عليها اللوبي الإسرائيلي، يدخل عليها اللوبي المصالح، تدخل عليها اللوبي المافيا، تدخل عليها اللوبي الشركات الكبرى، تدخل عليها اللوبي البيوتات التجارية الضخمة، ومن ثم فإن هذه اللوبيات كلها تتداخل، وأمريكا تعتمد عمل المؤسسات وكذلك مراحل الانتخابات دائما مراحل يراد فيها مخاطبة الناخبين، ولعجل ذلك تصحر مثل هكذا مطالبات. هل أخطأت الحكومة في سياسة التسوية في قضية المدمر كول وتفجير السفارتين؟ الحكومة لم تخطئ، لكنها ربما ورثت أخطاء آخرين. الحكومة ورثت أخطاء النظام السابق الذي وصم واتهم بالإرهاب لأنه كان يستضيف المجموعات الإرهابية، ولعجل ذلك اتهم بأن هناك رابط بينه وبينها،
الحكومة تريد أن ترفع اسم السودان من القائمة. أمريكا قالت إذا أردتم أن ترفعوا اسمكم من القائمة عليكم بتسوية مع ضحايا المدمرة كول ومع ضحايا تفجير السفارتين، ولم يكن للسودان خيار ثالث غير أن يمضي في هذا الطريق. أنت تعرف وجود اسم السوداني في هذه القائمة حرم السودان من القروض، حرمه من التحويلات المصرفية، حرمه من التكنولوجيا الحديثة، حرمه من شطب دينه الخارجي البالغ 60 مليار. يا أخي هذا الاسم الموضوع في هذه القائمة السوداء خنق السودان خنقا. وإذا مضت حكومة لأجل أن ترفع حالة الخنق هذه عن شعبها، هل يمكن لومها؟ أتعتقد بأن هناك خطوة كان يجب على الحكومة السودانية أن تتخذها غير فكرة التسوية هذه؟ أصلاً نحن مكره أخاك الأبطال. كان هناك خيار آخر؟ لم يكن هناك من خيار آخر. نحن تفرض علينا الخيارات وتفرض علينا التسويات. ما هي السيناريوهات المتوقعة لطي هذا الملف في ظل التعقيدات التي باتت تظهر جديداً؟ ليس هناك من خيار غير أن نمضي في هذا الطريق، ومن المؤكد أن أي ما عاقل أو منصف لن يجد رابطاً ما بين الذي حدث في سبتمبر 2001 وبين السودان.